وصلنا في فقرتنا الأخيرة في هذه المساحة وهذا المساء الجميل، مساحة كده للكلام الجميل. اليوم حلقتنا بأكملها كلام مقفى وغنى ظريف. الليلة من خلال هذه الفقرة نحن نسمع كلام جميل وحنغني عبر آلة مختلفة تماما، هي آلة الربابة. ممكن يكون عندي اسم ثاني عند المختصين حيتعرف برضو عليها. أنا سعيد جدا يكون معي في المساحة دي الشاعر عماد مصطفى ودلعاقي. مرحبا بكم ومساء الخير. والله مساء النور. والله مساء النور عليك علي عبد العليم الفنان الجميل. الله يكرمك. سعيد بكم جدا، ونحن اكيد موعدين بونس ودردشة ظريفة كده، لكن علي خلينا نبدا كده ونحيي المشاهدين بحاجة كده جميلة. الله يحيي المشاهد الكريم ويحييكم انتم برضو على قناة انغام، يعني احيي كل العامة يعني. طبعا قبل قلت ربابة وهي طنبور. طنبور نعم يعني. نسمع. أدعت المراق من وكرة الحشان يحلك منه بدوي واشقر مضبان رجال كسلة غاوي المرغني وعثمان والتكتوك فرح يا شيخ أجوب قران عين العانق يسكن سابع النيران كتلها مشيها حسان أصله ما غلطان حبالي بنات حلتنا كيف حال الحليل حبالي بنات حلتنا كيف حال الحليل الليل حبالي البداوي صرع شبالي وين حبالي البداوي صرع شبالي بداوي صرع شبال دشين في الخط وقف شال الحليل حبال الليل حبال البنات حلتنا كيف حال إين حبال البنات حلتنا كيف حال بنات حلتنا كيف حال بداوي صرع شبال الحليل أين الله لي منه الله لي منه الله لي منه ظلم بالعطر عشنه لا الله لي منه ظلم بالعطر عشنه ظلم بالعطر عشنه بداوي الجن بريك سنه حليل حبال الليل الله لي منه الله لي منه الله لي ظالم بالعطر عشنو إن الله لي منه ظالم بالعطر عشنو ظالم بالعطر عشنو بداوي جن بريك سنو حليل أنا ضردرو ورشو ضردرو رشو ظلم بالعطر رشو ان ضردرو رشو ظلم بالعطر رشو ظلم بالعطر رشو كيف الطير بفوت عشو ليل حبال ايه
حبالي بنات حلتنا كيف حالي وين حبالي بنات حلتنا كيف حالي بنات حلتنا كيف حالي بداوي الصرع شبالي شبالي وين حبالي بداوي صرع شبالي بداوي صرع شبالي دشين في الخط وقف شالي وين حبالي بنات حلتنا كيف حالي وين حبالي بنات حلتنا كيف حالي وين حبالي بنات حلتنا كيف حالي. السلام علي يا اخ, يعني الطنبور آلة حنينة جدا من خلال هذه الاوتار. انت يعني لعبت بمشاعرنا ولعبت في اوتار اوتار جروب كلمنا يعني وهذا الاداء الجميل واللحن اللي ممكن يكون برضه مختلف بقول طوالي. واكيد كل المشاهدين عايزين يتعرفوا على هذه الشخصيات النشأة والمكان والبيئة اللي انتم ممكن تكونوا عشتوا فيها. خلينا نبدا بك يا عماد, من وين انت؟ والله يا مرحبا بكم, اول حاجه واشكر البرنامج, هلا بيكم. انا من شرق سنار. يا سلام, منطقه جوز بروف. تحيه من هنا لناس جوز بروف جميعا. تحيه لهم كلهم وخصوصا آل العاقب. يا سلام, تحيه لهم. ايوه, انا بديت الشعر او المعاني دي 2015 طالبا, قريب ما بعيد يعني 6 سنين هي. لزول ممكن يكون قريب ولزول بعيد شديد يعني. اي والله ممكن, انا اللي شايفه يعني هي قريب يعني في كل الاحوال هي كافيه انه تصنع منك دور شاعر يعني. نعم تفضل. ايوه, في البدايه كتبت عن اهلي الكوال. يا سلام, والله نحن ما قدرنا نخص الا بالاهل يعني. برضو بين راضي بدا باهله. انا بقول ما فازين من الوطن بيزوقه. يا سلام, لكن دارين ندي الكواه لحبوبه. أولاد الزبير في السعية بنوبهم, كل ما أغني في الطيبين بكون محشوبهم. أولاد الزبير كل في الناس حق, درب العوجة ما بتمشوفه كان بندق. العدانة ما بنجيه كان ينشق ونحن كواهل. العدانة ما بنجيه كان ينشق نحن كواهل. العدانة ما بنجيه كان ينشق نحن نسوي. العدانة ما بنجيه كان ينشق. نعم, هذا الفخر الكبير بانتمائك لهذه القبيله وهذه الاهل. اكيد الاهل عندهم حق كبير لنا. نعم, ويعني وكون مصدر الالهام الاول لاي شيء. العدانه ما بنجيه كان الشب. نعم, ونحن كواهل بنسوي مليون شب. وديل اهلي ديل اهلي ما فارزين من الوطن بيزول, لكن دايرين ندي الكواهل حبوبه. نعم, اولاد الزبير في السعيه بنوبهم, كل ما غني في الطيبين بكون محشوبه. أديل أولاد الزبير سياد اللحم والراس. نعم, وفي الطيبة أحسن ناس تحضر بالقبائل بقلب حساس وفن النوب غضان والماعز البجرات. احترم الطيبة. يا سلام يا سلام. أيوة. يا سلام علي. والآن يعني ممكن عماد مصطفى هو يعني بدأ ب بجوز بروف. أنت من جوز بروف برضو ولا أنا مكان مختلف يعني؟ لا, من دشين شرق سنار. نعم, المنطقة ذاتها تأثير عليك, أو احكي لنا شوية كده عن منطقتك وأهلك وقبيلتك يعني. ليه ما بدأ يعني عماد, نحن ما دارين نظلمك يعني, عماد بدأ حي أهل ويتكلم عن أهل وقال كلام جيد, فبرضه نحن نديك حقك إن أنت تحيي أهلك وتورينا يعني. الله يكرمك. الله يحيي الأهل بدشين شرق سنار يعني, وأحييهم من البعد. الغنى والتفاصيل الجميلة دي بدأت معاك 200. والله يا أخي, بس انا في المدرسه من بداياتي في المدرسه بديت مدرسه الثانوي ولا الاساس؟ لا, من الثانوي بديت, بعد من الاساس الثانوي بديت يعني بغني, لكن نعم. ما بدايتي ما كانت بطنبور. نعم, كنت بتغني؟ كنت بغني عادي يعني, ما بطنبور. طنبور دي ما غنيت له 4 سنين تقريبا كده. نعم, قبلها كنت بتغني بشنو يعني؟ بأورجن عادي يعني. بأورجن عادي, اغنى حديث يعني. نعم, كويس. خلينا نسمع ثاني حاجه في الطنبور.
حبيب الروح انت وين مشيت القلب مجروح مني وين مشيت حبيب الروح انت وين مشيت القلب مجروح انت وين القلب مجروح انت وين مشيت انا روحي لا عايره تروح مني وين مشيت يا علي عبد العليم على هذا الكلام الجميل وهذا اللحن والأداء الأكثر من رائع. الله يكرمك. والشاعر عماد مصطفى، المنصات عبر المؤسسات التعليمية المختلفة كافة جدا أن تصنع من الشاعر شاعر، من الفنان فنان، من الكاتب كاتب، هي يعني أرض خصبة ممكن من خلالها أنت خلينا نقول إذا اعتبرنا أن هي بذرة التجربة الأولى، أنت من خلال هذه المنصات المختلفة بتطرح نفسك، كما يلقيت القبول يلقيت الرفض تماما. أول منصة أنت ممكن تكون احتليتها وشاركت فيها بشعرك؟ والله التحية لرابطة الطلاب جوزبرو بالجامعات والمعاهد العليا، ودي الرابطة اللي أنا أول من البداية طلعت في هذه المنصة. طب قلت طوالي لمكان الدراسة، يعني أنت درست وين؟ درست في جوزبرو. المرحلة الجامعية ما في نعم عبر المؤسسات الثقافية المختلفة والمنابر المتعددة برضو كانت أيوة. أو كانت خلينا نقول قبلتك أو وسيلة إنك تطلع على الجمهور ويلقوا تفاعل معك. أول قصيدة أنت ألقيتها؟ أول قصيدة هي بتاعت هي الفخر دي بتاعت أهاليني
بتاعت الكواهر، بتاعت الكواهر عزيز جدا انت بأهلك. والله شكرا كده لك وحظ اكبر في الكتابات. ما اعرف فاتت ولا لكن ما دار اخليها. نحن خلينا نطلع ونجي راجعين لهم اهلك ديل، ما انت ما في طريقه تمرق منهم والله يعني. ما كان مشيت كان جيد انت كاهلي، والتحيه لهم كلهم يعني. خلينا نطلع شويه كده نشوف الجوانب الاخرى من الشعر غير الفخر وال والرثاء المختلف. في شعراء كده بيكتبوا في الغزل في المتحف. أنا والله كتبت في الدكتورة. يا سلام، التحية للدكاترة، التحية للدكتورة. الدكتورة دي ولا الدكتورة؟ الدكاترة عموما. لا الدكتورة. دي سمعنا قلت شنو طيب فيها؟ قلت مشيت الليلة مستشفى عينية العنبر، ولقيت ضباط وخاتين الطرابيش قنبر، راسي كش قلت الليلة خالق ذنب رزنك يا جناب مرافق لي مريت في العنبر. جيت العنبر والله فيه بنات تحلف تقول من الجنة جن شاردة. يا رب يا كريم يا رافع السموات، زول يرقو الشهر عشان ما فارق السمحات. دكتورة وقصيرة في مشيها التاتي والله يغفر لي كمان كم مرة كان عصلا. قريت الحمد والصافات وما تذكرت أركع ذاتي، دكتورة تقول قاضاني تنهي حياتي. مشكلة كبيرة. جات العنبر وقالت لي المرافق وين؟ أراسي انشطب. قلت لها المرافق مين؟ المرضان صحة. قال لها يا دكتور أقول أمين أنا شاهد ربنا يجمعكم الاثنين. عينت للمريض قلت له بعد الشايفة في شايف المرض فكاك، ويا دوبنا المرضة من شفت من يوم ده. رقاد العنبر الليلة جاب لها لك يا دكتور قلبي وقف علاجي بيبقى معاه. ويا ربي عاد كل الجمال خدتنه في المستيفة، وما ظنيته قلبي المعزف تاني مني كيش. كل ما أشوفك النوارة ما أخذ ليش. يا رب يا كريم إن شاء الله كلنا نشوف. آمين. لفيت العنابر تشت بفتش ليها، سألت المرضى تشت برضو ما لاقي. مشيت للمدير الطبي عشان اشكيها، ولقيت المدير الطبي ذات نفسها. قلت لها سلام المدير الطبي عندي شكية. قالت لي خير، قالوا العمل بالنية. قلت لها المرافق لو حاله ما صحية ممكن ينوم في عنبر العملية؟ قالت لي ما قالوا المرافق حاله ما صحية، ومنو اللي بخليك انت تدخل عنبر العملية؟ انت شديد لكن حساك مغرم بيا، انا مخطوب عرسي باقي لي يا اخي شويه. التحيه والله يا دكتور شاهدني مرض زاد. يعني انسي عند مجتمعك انا لسه كنا نشوف اخر الدكتور. انت عملت شنو بعد ذاك طيب؟ طبعا انا قدمت اوراقي وطلعت بس خليت المريض زاد من مزيف ومشيت. ما خليت الكتاب مبروك بعد ذاك؟ لا انا ما خليت وزاد زياده. بالمناسبه المواقف زي دي بتزيد الزول يعني حياتك. لقيت مريض ثاني بعدها مهندسه اي حاجه طالبه ولا؟ يا سلام. حنجي راجعين للطالبه دي وعلي نرجع لك ثاني. والمكان الجغرافي شرقي سدنار يعني دائما دائما بيقول لك ناس الولايات دي اول او في ناس الولايات او ناس القرى بيقول لك انا افتخر، او انت تقول انا ساكن في قريه ما ساكن في مدينه، لانه القريه بتتمتع بصفات خاصه جدا. ضوء القمر لحد الان موجود. اي شيء عندنا نعم موجود ضوء القمر هو يعني مناظر طبيعيه اصلا طبيعه ما عندنا كثيره. كافي جدا انه تصنع فنان، تصنع زول واعي يعني يقدر يدرس خطط حياته المختلفه، يقدر يكتب او يخط مستقبل لنفسه ويمشي على هذه الخطة بثبات كامل. دارين نشوف يعني انت كنت بتغني الغنى يعني عبر الآلات مختلفة غير الطنبور. نعم. بالتأكيد لما جيت تعزف الطنبور ما كنت بتعرف تعزف الطنبور. الحببك أول حاجة قبل ما تعزف الطنبور، ليه حبيت تغير من الأورجن انه تغني بالطنبور؟ لا يا طنبر الطنبور ده طبعا هو شغل الحماس يعني ما زي ما زي شغل الأوركسترا أو حاجة بالشكل ده. نعم. الطنبور ده بقول لك لأنه احساس التمر برا بقول لك بخليك تتغني يعني. صحيح. وحنين يعني ما زي الالات دي كلها. نعم. ممكن تكون الكلمه او الاغنيه عندها كلمات معينه او ترى التمر تسوق تطيب تجيب حاجه من بتجيب هاي. يكون الشاعر راضي طبعا. اي يكون راضي. شوف بالمناسبه يعني التمر ده قال حلوه ومغيمه جدا جدا. افضل يعني افضل من الورقه، احسن عملنا لها اضافات، نحن عملنا لها ورقه، نحن عملنا لها اي حاجه. لكن بالمناسبه يعني التمر أرض الطنبور واحدة هكذي فيها نغم حلو جدا جدا. سلام عماد، نحن هرجع لك تاني نسمع تاني قصيدة غير الدكتورة دي. غير الدكتورة.
دي طبعا طالبة جامعية. يا سلام، تحية لها آية تقري في جامعة والله. النيلين. يا سلام والله، بعد توصف لنا شكلها. طبعا مشيت السوق العربي، انا كنت شغال في السوق العربي. مشيت لقيت آية دي قدام الاستاذ بالضبط كده، سلمت عليها. يا اخي انا داير في جامعة النيلين. يا سلام انا ما غبيان على جامعة النيلين، لكن انا مستمتع بالتفاصيل الجميله والبسيطه أيوة. دي طبعا. قلت احسن عزل يعمل لي مدخل مره واحده. انا جاي الاحتفال اصلا كان في جامعه النيلين، وهو كان فادني انا دخلت. الاخر كيف اكيد المواصله. نعم كويس، نسمع كده. قلت شنو في ايه دي؟ قلت حرام يا دنيا ما تزيد الالم جواي، وشين جابك السمحة من جمال غاية، نظرة بسيطة شليت القلب وعضايا، بعد كل الجمال طلقوه فيك اسماعي. أما ظنيت كمية وتكوزي قراية، إلا جيت تحرقي قلوبنا بين رملهيب شوايا. سلامي زاد دمر لي جميع عضايا في جامعة النيلين بتقرا هنايا. سألتها وأنا أصلي ماني مودر، وآهنا من جمال الفيني ساعة محدر. بعد ما جف قلبي من الغرام مبدر، غير لي ما ظنيت تاني خدر. قلت لها ممكن سؤال يا ست الجمال والطيب؟ قالت لي خير ان شاء الله ليهم يجيبه، يا رب يا كريم بيسامي اقدر اصيبه. قلت لها جامعة النيلين من المكان ده قريب؟ سكتت مزاف في الحديث بتفكر، وقالت لي كان جاي الاحتفال كان تجيهم بكر، لكن ادخل يمين في شمال مشيت وبفكر ومن سهام عينيها، لقيت نفسي في قسم المرور متوكر ومن سهام عينيها. يا سلام حكايتك حكايه دائما بتشبك في النهايه كده. انا شاكر لك جدا واستمتعت جدا والله بهذه الكلام الجميل وهذه التفاصيل البسيطه والجميله اللي بتحكي تفاصيل وبساطه الزول السوداني. شاكر لك جدا الشاعر عماد مصطفى العاقب، وتحيه عبرك لكل الكواهلة وكل ناس النار. الكواهلة دي نحن نخليهم. نعم، وشكرا لك جدا الفنان علي عبد العليم، شكرا لك على هذه الإطلالة الجميلة، ونحن حنختم معك. نعم، حسمينا شنو؟ فريدة وسمحة ست الحي. نعم. الأغنية طبعا بهداها للأهل دشين، وبهداها لكل محبي علي عبد العليم والدشين. نعم. لأخونا الشاعر راضي والدلوالي، وأسرة الشاعر راضي والدلوالي، وكل يعني انا كان قلت يعني هديت الفلان ولا ايه لكل الناس بدون فرز، عشان ما تنسى. انا بحتاج اقول لكل من يعرف على عبد العليم عشان بهدي الاغنيه دي. نعم، وانا بهدي لحن الختام ده لكل المشاهدين الاعزاء اللي كانوا معانا من خلال مشوار اليوم عبر هلا بكم. سعدنا جدا بهذا الحوار الجميل، نتمنى نكون قدمنا فقرات ومحطات نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. بكرة يوم جديد ولقاء متجدد مع فريق عمل مختلف، وانا خليني في المساحة دي يعني نحن كل مرة قاعد نحيي الفريق العامل كلهم، يعني طبعا بقيادة خالد الحاج في الإخراج ومواهب وإسراء التجاني كاميرومان أو تصوير، والتحية لمهيد العجب، فريق مختلف تماما عايش معنا كل التفاصيل الجميلة دي. يمكن الإحساس الاستمتاع اللي أنا حاسيه الآن هو يعني عندهم نصيب بأنه التحية لهم كلهم، وتحية لكل الناس اللي تابعتنا. مع السلامة.
والسوار بريدي إن غزالة وساكنة والسوار بريدي إن فرق في ظلام أنوار بريدي إن فرق في ظلام أنوار جمالك فايق العطوار بريديك والله عالم بي والسوار بريدي إن غزالة ساكنة والسوار بريدي إن غزالة ساكنة والسوار بريدي إن جميلة وين جمالك فايق الأطوار بريدي إن جمالك فايق الأطوار وابقوا سكنين جوار بريدي والله عالم بي شاربة من النيل بريدي إن شتاء لو شاربة من النيل بريدي إن ترصص في القدام وشيل بريدي إن ترصص في القدام وشيل حلاة الزينة شفوتي البريدي والله عالم بي لو شاربة من النيل بريدك إن شتاء لو شاربة من النيل بريدك إن شتاء لو شاربة من النيل بريدك إن تراصص في القدام وشيل تراصص في القدام وشيل حلاة الزينة شفوتي البريدك والله عالم بي حسيت الحي بريدك والله عالم بي الفريدة سمحة ست الحي بريدك والله عالم بي الفريدة سمحة ست الحي بريدك والله عالم بي